عفوا زول ده بمثلنا لانه معانا علاقه لانه معانا شغله، ما يجي يربط لنا بشيء. والله يا اخي الكيزان انت تتكلم في اسم الدين معناته انت قوس يا اخويا، اختاني طوالي اعمل مغادره طوالي، اعمل مغادره طوالي. انت امك اتزوجوها بالدين، الدين الاسلامي، امك دي امك، امك اللي ولدتك، وانت هسه متزوج اتزوجت بشنو؟ اتزوجت بحبوبتك؟ اربطك هنا في المحله دي بس عشان ما تربط لي الشغله ده بالكيزان. بطل اللخبطه والكلام الفارغ. الراجل ده انا قدر ما قلت اتناشى معه، لكن قلت لسه والله انا اي لايف اختم به بس اردي ولك ردي وتقيله بعد شويه انا بفتح عشان الناس كمان الجماهير يجي يردموه، لانه ما بدي فرصه في لايفاته هناك عشان الناس يردموه. الزول ده ينحط من زمان زمان يا هدى، زمان زمان يا جماعه، ما في زول زول. انا دايما اصلي فالصلاه يعني ممكن تتجه الى ما تريد، فانا الان متجه نحو جبل مره، عسى ولعل دوم في يعني يساعد اهل جبل مره. معقول يا اخي؟ السودان عشان هم بينحرقوا من نيران الجنجويل والمجرمين. لو في انا بشكرك، لو في ابي دارفور بلد جميل واهله طيبين، لو في خلقهم وهم من الاقدمين، ولكن المجرمين والجنجويل دمروها وحرقوها واغتصبوا فتياتها وشردوا اهلها واصبحوا نازحين ولاجئين. ركز في الم بتاعت كندا، المصلاة ذاته في الم بتاعت كندا، ركز الكلام ده كويس عشان انت عارف الزول ده منحط وما عنده دين اصلا. يعني انا مش قاعد اقول لك جود ما عنده دين. عبد الواحد ليكون من المرسلين. لو في ابي لم في كلامي على عبد الرؤوف جنفع، لم في أبي، لم في أبي، لم في أبي، لم في أبي. وأرسل إليهم عبد الواحد ليكون من المرسلين. إذ أرسل إلى دارفور وإلى السودان ليحررهم من سفكة الدماء والكيزان، ولكنهم رفضوا معينهم وقالوا ما هذا إلا متمرد، ولكنهم لم يعرفوا أن هذا هو الذي سينقذهم من الجحيم، إذ أنه أفريقي أسود اللون وفور أصيل ولا يتكلم إلا قول الصالحين. لم في أبي لون في تيل أمي على دين رسول جنفع، لون في أبي لون في أبي لون في أبي لون في أبي. طيب لخات هنا، انت يعني انت دير توصل عبد عبد الواحد ولا ما عبد وما تسمع ما تسمع. الناس دي بيفتكروا انه الزول اللي لسانه صليط وبيتكلم ده بيجيب لهم حقهم بدون ما الناس تاكل بلي. ما في بلد فيها ديكتاتوريه لازم تاكل بلي. فعبد الواحد يا زول عاش في الخرطوم وكده وكتاب وفتره كده يعني من زالنجي فات ودرس في الخرطوم. والمهم يا زول عنده علاقه ذاته جزء كده لا يتجزا جزء من ابناء الشمال شويه، وخمام لك بالخلا واكل ومسفام. فشافوه انه بيتكلم في القضايا وبتاع، معناته احمد كسر ده بيتكلم في القضايا، لكن ما عندهم ناس في الارض هناك شايلين بندقيتهم باكلوا بيلي، الفائده من كلامي انا شنو؟ فدين انا لو دير امثل مثلا امثل ما تمثل بالدين اليهودي، طيب ما هو دين طبعا صح؟ ما تمثل بالدين المسيحي يا اخي، ما تمثل اي باي حاجه بالبوذي باي فهم. كون انا مثلا اجي يعني ده استخفاف ولا استحقار ولا بتاع.
كويس. وزي ما وقت مكه، وقت مكه تحياتنا لك، ارض دي مال افن، ارض دي مال افن يا دول، ما تمشي لنا، ما عندنا معه شغله. انا جبت له الفيديو ده اكد للناس انه زول ده يا جماعه ما عنده علاقه بالدين الاسلامي ولا بالدين اليهودي ولا بالدين البوذي زي ما قال، ولا بالدين المسيحي. ودار يفرض جدل للناس ساكت ويكورك هنا، وانا دار حق المراه بتاعت حبوبتك غصبا بالله في نسوان ومن قبيلته ذاته في دارفور، والله العظيم لو قبضوا عسى يقطوه حتت حتت. انت تتكلم كيف يا زول؟ والله العظيم من اهله في ناس كثير جدا ومن جميع ابناء دارفور، وما بيمثلنا على فكره عشان يجي يضحك علينا الناس في الشرق والغرب والجنوب والشمال. يمشي الروح بس، يمشي الروح فقط، ما يمشي اي زول. الان قلت لك ما هو دين، انا الدين المسيحي يا اخي، انت مسيحي انا بحترمك، انت يهودي انا بحترمك وبتعامل معك كانسان، انت مسلم انا بحترمك. الان في اسلام فوبيا هنا، خواجات عيونهم خضر، اسلام فوبيا، مسلمين وبيقدموا خدمات اروع الخدمات في بلدهم، وناس ما متخلفين ولا جهلة، عشان ما تجي تربط لي الدين بالكذاب. انت زول منافق وكذاب ودجال، لا يمكن زول قتلوا له اهله مثلا حرقوه يجي مثلا هو كان مسيحي طوال يبقى ملحد، او مسيحي يجي يبقى يهودي، او مسلم يبقى مسيحي، او مسلم يبقى بوذي، او مسلم يبقى يهودي، لا يمكن. والا هو ده ضعف، ده زول اول حاجه زول ضعيف، مجرد ما شاف اهله قدامه قتلوه خلاص قال انا الناس اللي قتلوني ديل اول حاجه بيدينوا بياتوا ديانه، بيدينوا بالدين الاسلامي، هاي ما بنفهم هاي، انا بطلع منه. والظروف طلع على فكره من الدين الاسلامي بدري زمان، في اسوبيا هناك طلع من الدين الاسلامي خش الدين المسيحي حتى جابوه كندا على فكره. الكلام ده ده موضوع مفروغ منه، ما في حاجه بيخليك انك انت مسيحي حصل لك حاجه. طيب انا ده اقول لك حاجه، الان المسيحيين قتلوا افريقيا كده، انت لقيت نعم دي ذات خواجات دي بل افريقيا ده بل زي البل، وفرنسا على راسهم وامريكا وبتاع، اها دقوهم لك شفت قدام سلاح قتلوا بعض لمن ميتين ابوانهم طلع، دقوهم في طيران فرنسا دي قتلت نص افريقيا دي ونحبت نص ارواطه، اها طيب تقول لا لا انا والله لا لا انا انا ها طيب رايك شنو؟ رايك شنو انت؟ يعني انت قاعد معاهم الخواجات دي قتلوا نص الافارقه ونحبوا نص افريقيا، وخير افريقيا ما عندهم اي بلد ينهبوا منه وخير الخليج ده، فما ما 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 بكل ادبك ساكت يا زول، ده ما بده ضعف منك، ده انت زول ضعيف ساكت، ده ضعف منك انت لو ما زول ضعيف، ها يا اخي قول ناس بيتنا جت هسه ضرب عليه تليفون قال لي ماتوا، لا انا بقول لهم في زول بيعيش في الدنيا للابد ما لازم يموتوا، ماتوا مبكر ولا ماتوا بعد ارزل الامر، امي ماتت في ارزل الامر ولا ماتت يعني مبكره، موت موت هي الموت واحد، لكن انت لو درت تدافع بتدافع عن حقك ده عن ارضك وعرضك. على فكره الكلام ده صراعك ده مثلا صراع بتاع الاديان ده مثلا دير تجي تلخبط الكيمان بين المسلمين والمسيحيين ودير تلقي الدين، الدين ده طيب الخواجات هنا ليه ما لقوا؟ والله العظيم اقسم بالله في باريس في جوامع، والله يوم الجمعه لما الناس يطلعوا وديني وايماني تمسك راسك، والله لما الفرنسيين خافوا حس قالوا الجزائريين والمغاربه ما يجوا خاشين يعني يخشوا في البيزا شنجل 50%، لانه لو جو بيتزوج اخواتهم هنا اللي عندهم جنازه وبدهم ورق. ها؟ والله جد والله تمسك راسك، هذول يسووا لهم شنو؟ يا اخوي اخوي لا في زول بقدر بلغي الدين المسيحي ولا في زول بقدر بلغي الدين الاسلامي باي فهم من المفاهيم، ولا في زول بقدر بلغي الدين اليهودي، كل زول بدينه والاديان محترمه جدا. تمام؟ فما انت 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 زول مغفل ساكت. قال والله يا اخي دي فكره، طبعا فكره افكار زي دي افكار خبيثه ساكت يا اسمع، افكار زي دي افكار شيطانيه خبيثه ساكت، انه نحن والله لازم نعري المراه ونكشفها وبتاع ما نقدر نوصل للسلطه، والا عبد الواحد الكلام ده قاله على فكره، الشغله بتاعت جايب ده شغله شيطانيه بتاعت عبد الواحد، قال نحن ما داخلين الخرطوم لكن افكارنا دخلت الخرطوم، يا تفكر يا تفكر افكارك وينه؟ طبعا بيشوف انه والله يا جماعه نحن والله لو ما كسرنا الدين الاسلامي ده ما نقدر نوصل للدوله الالمانيه المعرفه الفيدراليه الليبراليه واتنا بعض. طيب رايك في 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 تركيا شنو؟ تركيا رايك فيها شنو؟ دوله نهضه وبتاع ورئيسها ذاته شفتها بيقرا قران ذاته. اها نهضه زي النهضه، اها رايك شنو؟ ايران اها الهند اها رايك فيها شنو؟ فاتر
هون انت بتتكلم زي التقدم بتاع الشعوب، ما بالالقاء بتاع الاديان. الليله انا جنوب السودان ده متدينين بالدين المسيحي، ليه ما لغوه؟ ما كان يلغوه، يقول لا 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 يا جماعه، هو والله احنا ما دارين اي دو، ما دارين اي كنيسه هنا، هاي ما دارين اي دول ذات، الموضوع ده الغوه. ما في يا حبيبنا، ما تجي تقول انت كده بتجر حواسك والله. جد يقول والله يا اخي احمد ده لسه ما قدر فيه، انا والله فهمتك من زمان، انت ما اشفت مني، انت منو عشان تكون اشفت مني انا عشان تقدر تجي تخمني انا بالخلا؟ انا والله الكيزان بيعرفوني كويس، ها والجنجويد بيعرفوني كويس، كيزان ده بيعرفوني كويس انه انا ما بتخمني، تخمني انا تفهمني تفهم انه لازم في اغلب كده، في حاجه كده لازم تلغيها بعدك تكون زول متحضر ومتقدم. انت وهم ولا شنو؟ انت وهم ولا شنو؟ ما تقدر والله، وساختكم ده كيدكم في نهركم بس واحد دكم. وكده ذاته انت عارف الكيزان بيلقوا فرصه، بلقوا فرصه، بقول لك ايوه الناس ديل قالوا دارين، شفت الفرصه، بقول لك الناس ديل وقالوا، يقول لك الناس ديل قالوا دارين ينهوا الدين الاسلامي. فانت يا شمالين رايكم شنو؟ شايفين المعفنين ديل قالوا دارين يلغوا الدين الاسلامي؟ فها شوفوهم انت ذاتك كده بتشوه لنا ثوراتنا ذاته، انت ذاتك كده بتعزم لنا الموضوع ذاته، ناس دارفور ذاته حقه ما بلقوا كده. ها الان طوالي الشمالين بيتضامنوا مع الكيزان، اي أيوة والله انت عارف الناس دي الفاتو القربي والله، اي أيوة والله لا 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 والله كفروا، لا والله لا، الدليل على ذلك يا هدى دي الفيديوهات حقهم، لا لا والله قالوا لازم الثقافه زي دي تجي بتاع كده، انت عارف بتعزم المواضيع كده ذاته، ما بننتصر كده ذاته، احنا بكونوا قاعدين في معسكرات النزوغ واللجوء كده، انت عارف اديت فرصه للقوس. ها موضوع بتاع الاديان ده بعيد منه بعيد، قضيتك بس حكم قدر ما داري زول يجي يلقى لك فرصه كده، حسي ما بلقوا مني فرصه انا طبعا، صح؟ ما بلقوا مني فرصه. ها؟ حسي عليك دينك، عليك دينك انا زول ده 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 قال داري يوصل افكار زي دي في السودان مثلا، افكار زي دي قال داري لابس ملابس بتاعت نوم، وقال داري ولابس حلق وعامل ناي ولابس يعني 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 اقسم بالله مرات ذاته مرتك ذاته في البيت ما بتلبس زي ده، في غرفة النوم ذاته ما بتلبس زي ده. فدي الافكار الشيطانية اللي قالها دارين يودوها لنا، ما هي انه قلت لك يعني افكار دي حتى في اوروبا هنا ذاته، مش اوروبا دي بلد البرد، الخواجات انا اتحداهم ذاته زمن البرد ليه يلبسوا؟ احشهم كت ليه يلبسوا زمن البرد؟ زمن البرد الخواجات احش الخواجات كت ليه زمن البرد يلبسوا؟ حصل ما تجين جد تركيا اتقدمت كيف طيب؟ لابسين زي الانشريف اتقدموا كيف؟ ليه ما طلعوا ملابسهم عشان يتقدموا؟ اين ايران؟ اهو امورهم باسطه وسلاح نووي وامورهم طيبه. ليه؟ ايرانيين؟ اتقدموا كيف؟ فاتوا يا اخي مصر ابسط حاجه. والله مصر دي ساكت، المباني بتاعت مصر عشان تلحقها والله انت داير لك وقت. ما بالغزاره كده، ما بالغزاره والتفاهه دي عشان انت تقدر تجي تقنع الاخرين بتاعنا، احنا قاعدين لك هنا بالمرصد، قاعدين لك بالمرصد ده ده